أرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير، والبداية مع العنوين. البابا فرانسيس: المغفرة هي الأكسجين الذي ينقي الهواء الذي لوثته الكراهية. جلالة الملك يدعو إلى العمل على تطوير موقع مكاور وربطه بالمغطس. الكاردينال بتسبالا يفتتح مركز التنشئة الروحية بالمعهد الإكليريكي. كنائس المملكة تحتفل بعيد ارتفاع الصليب المقدس بحسب التقويم الغربي. وفيها أيضاً عيد رفع الصليب الكريم المحيي المقدس في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. تلا قداسة البابا فرانسيس صلاة التبشير الملائكي مع وفود من المؤمنين احتشدوا في ساحة القديس بطرس وقال: إن قلب الله يغفر دائماً لأنه قريب وحنون وشفوق بمحبة دائمة، والمغفرة هي عمل صالح وشرط أساسي لمن هو مسيحي. وأشار البابا فرانسيس في كلمته إلى أن الله بذل حياته من أجلنا مسلطاً الضوء على رحمته، ومن خلال مسامحة بعضنا بعضاً نستطيع أن نشهد له زارعين حياة جديدة من حولنا. وأضاف الحبر الأعظم قائلاً: لا يوجد رجاء وسلام خارج المغفرة، فالمغفرة هي الأكسجين الذي ينقي الهواء الذي لوثته الكراهية، والترياق الذي يشفي من سموم الحقد، والطريق الذي ينزع فتيل الغضب، والشفاء أمراض القلب الكثيرة التي تلوث المجتمع. زار جلالة الملك عبد الله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد قلعة مكاور الأثرية في محافظة مادبة. ودعا جلالة الملك إلى العمل على تطوير الموقع وحمايته من أي اعتداء أو تخريب، كما استمع إلى شرح قدمه وزير السياحة والآثار مكرم القيسي حول خطة التنمية السياحية في مكاور ومادبة. وأشار القيسي إلى أن مكاور تحظى بأهمية سياحية وتاريخية ودينية، إذ هي إحدى المواقع الخمسة على درب الحج المسيحي المعتمدة من قبل الفاتيكان، علاوة على المغطس وجبل نيبو وكنيسة سيدة الجبل ومار الياس. وبينا أن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من درب الحج المسيحي بمسافة تبلغ 16 كيلومتراً لتربط بين جبل نيبو والمغطس، فيما تدرس حالياً المرحلة الثانية لربط موقع جبل نيبو بمكاور. وأشار الوزير أن مكاور شهدت هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار وصل إلى 6 أضعاف عن الفترة ذاتها من العام الماضي. صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الأب الدكتور أكثم حجازين رئيساً للمحكمة الكنسية اللاتينية البدائية في عمان، وذلك استناداً لأحكام المادة 3 باء من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014. وبهذه المناسبة تتقدم الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين بأحر التهاني لقدس الأب حجازين، متمنية له مزيدا من التقدم والازدهار في خدمة الكنيسة والوطن. استجابة لحاجات ومتطلبات العصر الحديث وتطويراً لنوعية التعليم المسيحي للمؤمنين، افتتح غبطة الكاردينال بيير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين مركزاً للتنشئة الروحية للعلمانيين باللغة العربية، وذلك في المعهد الكليريكي في بيت جالا. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. افتتح غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين مركز التنشئة الروحية للعلمانيين، وذلك في المعهد الإكليريكي في بيت جالا، وبحضور سيادة المطران ويليام الشوملي والمطران بولوس مارقوتسو والأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي وعدد من الآباء الأجلاء والرئيسة العامة الأخت صوفي حطر وعدد من الراهبات والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي وممثلي المؤسسات والأخويات. ابتدأ حفل الافتتاح بكلمة ترحيبية من منسقة المشروع السيدة أصال سليبي وكلمة الأب برنارد بوجي الذي أشار إلى أهمية افتتاح هذا المركز لتنشئة العلمانيين تنشئة روحية. هي مبادرة لأول مرة نفتح المعهد الإكليريكي لتنشئة العلمانيين تنشئة رعوية إيمانية إنه يعرفوا الكتاب المقدس وإيمانهم المسيحي. هاي المبادرة بدعم وبرؤية صاحب الغبطة الكاردينال بيير باتيستا باتسابالا
اللي أجا وأكرمنا بافتتاح المركز اليوم. بهمنا أنه المعهد الإكليريكي المكان الأساسي اللي تنشأت كهنة البطريركية اللاتينية أن يكون دائما مفتوح إلى المؤمنين، وأنه يشعروا أنه هذا هو أيضا بيتهم. أكيد الكهنة اللي بتنشأوا هون عبر السنين بشعروا بهذا الرابط القوي بينهم بالمعهد الإكليريكي. بهمنا المؤمنين كمان العلمانيين يكون عندهم هاي الخبرة ويكون عندهم مجال أنه يعرفوا إمامهم. عنا المبادرات الأولى، البوادر الأولى عم بتقولنا أنه في عدد كتير كبير عم بسجل لهاي اللقاءات، بحيث أنه انجبرنا أنه سكر التسجيل حاليا، ولكن نعرف أنه في المستقبل رح يضل في هذا الإشي مستمر، وأنه رح يكون في مجال لكل المؤمنين هون في منطقة الأراضي المقدسة القدس وبيت لحم أنه يعملوا هاي المراكز، يحضروا البرامج في المركز التنشئة الروحي، وأيضا أنه نحن نروح مع هاي البرامج إلى أماكن مختلفة حتى نقدر ننشئ أكبر عدد من المؤمنين. ربنا يبارككم دائما، وشكرا جزيلا على دعمكم. شكرا لنور سات ولمارلين، الله يخليكم. وكلمة السيد جورج عكروش مسؤول المشاريع في البطريركية اللاتينية، والتي شرح من خلالها كيفية نمو فكرة تنشئة مركز روحي للعلمانيين. وكان لغبطة البطريرك كلمة أشاد فيها بأهمية وجود مركز روحي لتنشئة العلمانيين باللغة العربية، ولطلاب المعهد الإكليريكي الذين رتلوا وأضافوا لهذا الحفل بأصواتهم عطر الافتتاح. We are opening today the spiritual pastoral center here in Bejala, the center for learning of biblical tradition, biblical scripture, moral theology for all the lay people, for all those who want to, Christians want to deepen their faith. This is just the first step in order to have to enlarge, to have other centers where our people who are interested to know Jesus can find also the instrument to learn more. I'm very positive, I'm very happy to see so many people interested in this. احنا حاليا عم نطبق مشروع اسمه مركز التنشئة الروحية. هذا المشروع بعطي دورات دينية مجانية ثقافية روحية للمؤمنين والمؤمنات الموجودين في مختلف الرعاية. رح نبدأ بالفصل الأول بأربع دورات مختلفة، اللي هي مقدمة في الحياة الروحية، مقدمة في الحياة الأخلاقية، مقدمة في تعليم الكنيسة الاجتماعي، ومقدمة في العهد القديم. وطبعا للفصول اللي جاية رح نتناول مواضيع دينية ثقافية روحية مختلفة. وبعدها توجه الجميع للمركز الذي تم تهيئته لدورات التنشئة، حيث قام غبطته بمباركة المكان وإقامة تراتيل من قبل طلاب المعهد. وفي نهاية الحفل أقيم حفل استقبال في ساحات المعهد الإكليريكي على وقع عزف من قبل الكشاف، وتوزيع مسابح على المشاركين. للنورسات مارلين الحدوة من باحات المعهد الإكليريكي بيت جالا. ألقى غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر الأردني وفلسطين كلمة في حفل افتتاح معرض بيت لحم تولد من جديد، والذي أقيم في جنيف بسويسرا بحضور وفد ديني ورسمي رفيع المستوى. وفي كلمته التي قدم خلالها خلفية عن تاريخ المدينة، أشاد البطريرك ثيوفيلوس باهتمام المعرض بكنيسة المهد وجمال جدرانها وبلاطها وأعمدتها والفسيفساء فيها، وهي شاهدة حية للأمل والنور والحياة، وقال: بينما نكافح من أجل الحفاظ على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة ومواجهة ارتفاع نسب التطرف والكراهية في المجتمع، فإن الدعوة الروحية العالمية لبيت لحم هي الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وفي ختام كلمته شكر غبطته مجلس الكنائس العالمي على جهودهم الجبارة في إقامة هذا المعرض ودعمهم الثابت للكنيسة في الأرض المقدسة.
أكد سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس على الأهمية التاريخية والرعوية لمحافظة مأدبة. جاء ذلك خلال لقائه الروحي مع أبناء الرعية في المحافظة بحضور عدد من الأباء الكهنة وجمع كبير من المؤمنين من أبناء المنطقة. وخلال اللقاء استعرض سيادته كل التطورات القانونية والتشريعية والمشاريع الهادفة لنهضة الكنيسة في كافة محافظات المملكة، كما استمع الحضور إلى إيجاز حول خطوات العمل الجاري بترميم كنيسة الخارصة والمشروع الاستثماري المقترح لعمل مدارس البطريركية في مأدبة. وتبادل سيادته مع أبناء الرعية مجمل القضايا والملاحظات التي تهمهم ووعد بتأمين حلول لها. ترأس سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن قداساً إلهياً في كنيسة القديس جورج الشهيد للاتين في إربد، وذلك بمناسبة الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة في مبنى الكنيسة. شارك سيادته في خدمة القداس كاهن الرعية الأب فراس عريضة والأب عبدالله دبابنة كاهن رعية اللاتين في الحصن، وبحضور كاهن رعية كنيسة الروم الكاثوليك في إربد الأب غالب بواب ومساعدة الشدياق سميح أبو رحمون وخدام الهيكل وحضور جمع حاشد من المؤمنين. وتساءل سيادته في عظة القداس: ماذا علينا أن نقدم للرب مقابل نعمه الكثيرة ورحمته ومحبته؟ وقال: على المؤمنين أن يتعاملوا مع بعضهم بعضا بالمحبة والسلام والمسامحة. وفي الختام قدم مجلس الرعية الشكر لكل من ساهم حسب مقدرته في إنجاز أعمال الصيانة والترميم بالكنيسة. بعدها قام سيادته بتكريس الكنيسة والشعب بالماء المقدس وأغصان الزيتون. ضمن احتفالات كنائس العالم بعيد ارتفاع الصليب المقدس بحسب التقويم الغربي، أقيمت في العديد من الكنائس الأردنية القداديس الاحتفالية بهذه المناسبة المباركة بحضور المطارنة والأباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وحشود غفيرة من المؤمنين. فضائية نورسات ومن خلال مكتبه الإقليمي في عمان وانطلاقا من رسالتها الإيمانية قامت بتغطية العديد من هذه الاحتفالات وعدت التقرير التالي: تحتفل الكنيسة المقدسة في الرابع عشر من شهر أيلول من كل عام بعيد رفع الصليب المقدس على يد القديسة هيلانا، ويرتبط هذا العيد بحادثة صلب وموت السيد المسيح على جبل الجلجثة. وبهذه المناسبة المباركة أقامت الكنائس الأردنية وبحسب الطقس الغربي القداديس الاحتفالية والصلوات الإيمانية بحضور أعداد كبيرة من المؤمنين. ففي بلدة الفحيص التابعة لمحافظة البلقاء وبتنظيم من جمعية راهبات الصليب، ترأس سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن قداسا احتفاليا بمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس، وذلك في باحة بيت العناية الإنسانية في الفحيص بمشاركة الكشافة وبحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وحشد كبير من المؤمنين من رعايا متعددة. وتحدث سيادته في عظة القداس الذي حضرته راهبات الصليب المشرفات على بيت المسنين عن أهمية هذه المناسبة ومحبة المؤمنين لهذا العيد الذي به خلاصنا وحياتنا، طالبين المغفرة من الله على جميع خطايانا وزلاتنا. لذلك الصليب علامة انتصار. مع السيد المسيح لم يعد الصليب علامة للألم ولكن علامة الانتصار. لذلك الصليب هو علامة رجاء بالنسبة لنا، رجاء أن ابن الله قد تألم معنا وقد حمل صليبه. لذلك نحمل صلباننا ونرى في هذا الصليب علامة رجاء لنا ودليل خلاص لنا وللجنس البشري. وختم المطران خضر القداس بصلاة، من ثم توجه الجميع لإشعال النار
وتوزيع ثمار الرمان على الحاضرين. وفي مطرانية الروم الملكيين أم السماق وبمناسبة عيد الصليب المقدس أقامت الرعية قداسا احتفاليا ترأسه سيادة المطران جوزيف جبارة مطران الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، عاونه في خدمة القداس الأب الأرشمندريت بسام شحاتيت والأب عماد بواب بمشاركة جوقة الكنيسة والكشافة والشبيبة وبحضور أبناء الرعية. وفي عظة القداس تكلم المطران جبارة عن الصليب في حياة المؤمن وأن الله أحبنا وبذل نفسه لأجلنا، وتلى القداس عزف لفرقة الكشافة وتوزيع الرمان على الحضور من الرعية. وبهذه المناسبة المباركة احتفلت رعية القديس يوحنا دي لاسال لفرير بعيد رفع الصليب المقدس، حيث ترأس القداس راعي الكنيسة الأب إبراهيم نفاع بمشاركة جوقة الكنيسة وحضور عدد كبير من المؤمنين، وقام على خدمته مجموعة من أبناء الرعية. وفي العظة تحدث راعي الكنيسة الأب نفاع عن قدسية وسر الصليب المقدس ومعناه في حياتنا، كونه علامة المجد والانتصار على الخطيئة. وفي نهاية القداس قامت الرعية بدورة في ساحة الكنيسة، تلاها إشعال النار وتوزيع الرمان على الحاضرين كرمزية للاحتفال. وبذات المناسبة احتفلت كنيسة القديس ميخائيل في السماكية بعيد ارتفاع الصليب بقداس احتفالي ترأسه كاهن الرعية الأب خالد قموه بمشاركة الشماس الإنجيلي زعل حجازين والأخوات الراهبات والفعاليات الشبابية وجمع من أبناء الرعية. وبعد القداس أقيمت دورة في شوارع البلدة بذخائر الصليب المقدس وإشعال النار وتوزيع الرمان على المؤمنين وأخذ البركة. وفي إربد احتفلت كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بقداس عيد ارتفاع الصليب المقدس، ترأس القداس كاهن الرعية الأب غالب بواب، وساعده في الخدمة الشماس عماد حداد وخدام الهيكل بحضور جمع كبير من المؤمنين. وبعد الانتهاء من قراءة الإنجيل قال الأب بواب في عظته إن عيد رفع الصليب هو إعادة تجديد وإحياء الحدث التاريخي في يوم الجمعة العظيمة، وأن احتفالنا بهذا العيد نابع من إيماننا بيسوع المصلوب القائم بين الأموات. شمل القداس منح البركة للورد والشموع لتوزيعها على المصلين استعدادا بالدورة الاحتفالية وزياح الصليب المقدس. وفي نهاية القداس جرت الدورة الاحتفالية، حيث قام كاهن الرعية بإشعال نار الصليب المقدس الذي يدل على الانتصار والنور وسط أجواء موسيقات الكشافة. كما احتفلت كنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك جبل عمان بعيد ارتفاع الصليب المقدس، وذلك بقداس احتفالي حضره عدد كبير من المؤمنين. ترأس القداس كاهن الرعية الأب نادر ساوق بمشاركة راعي كنيسة مار يوسف في جبل عمان الأب فراس نصراوين، وراعي كنيسة سيدة البشارة في الويبدة الأب سيمون حجازين. وبعد ختام القداس انطلق الكهنة والمؤمنون إلى كنيسة القديس يوسف للاتين المجاورة لكنيسة العذراء لتكملة الاحتفال لمنح البركة الختامية بإشعال النار وتوزيع ثمار الرمان على الحاضرين. كما أقيمت احتفالات برفع الصليب المقدس
في العديد من الكنائس في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وبهذه المناسبة المباركة يسر المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم بخالص التهنئة والتبريك إلى كافة المسيحيين في الأردن والعالم، راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والهناء والسعادة، وأن يحفظ الأردن ملكاً ووطناً وشعباً. وكل عام وأنتم بألف خير ومحبة وسلام. تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بتنسيق أردني مشروع قرار يؤكد على إبقاء وضع بلدة القدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي. وقالت وزارة الخارجية أن القرار وملحقاته يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأنه أعاد التأكيد على اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة. وأضافت الخارجية أن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنسيق مع دولة فلسطين والمجموعة العربية في المنظمة. ترأس غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو قداس عيد الصليب في الدير الكهنوتي في عنكاوا. وقال غبطته في عدة القداس الذي حضره عدد من الراهبات وجمع من المؤمنين: الصليب يأخذ معناه من يسوع، ومن دونه هو خشبة عادية، والله يحقق خلاصه من خلال البشر، كما أن يسوع يعلن في بشارته قرب مجيء ملكوت الله. وأضاف: نفهم من الإنجيل أن الله يعمل من خلال الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في خدمته ويضحون بأنفسهم لتحقيق مشيئته. وختم البطريرك ساكو عظته بالقول: الإيمان يخلص ويتوج درب الصليب بالقيامة والمجد، وهذا الإيمان ينبغي أن يترسخ في قلوبنا وأرواحنا. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة حلقة متميزة بعنوان عيد رفع الصليب الكريم المحيي المقدس. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف الأيكونومس قسطنطين هلسي كاهن رعية الروم الأرثوذكس في الربة الكرك، حيث تركز الحوار حول عدة محاور منها تكريم الصليب انطلاقا من المصلوب عليه، والعادات والتقاليد الشرقية المتبعة في كنائسنا أثناء الاحتفال برفع الصليب وغيرها من المحاور. فإلى هناك. طبعا نحن في حلقة يعني قبل أسبوعين تحدثنا عن الصليب ومعانيه، وشاهدنا هلأ من خلال النشاطات وصفحات الفيسبوك أو على التلفزيون كيف الصليب كيف بيرفعوا، كيف النار، كيف الرمان بتوزع، وهيك كل هذه الرموز يعني لم تذكر في الكتاب المقدس، لكنها كلها شعائر أنا بقولها اجتماعية، أو أنه توارثناها هذه المظاهر من جيل لجيل. بس من أين بدأت؟ نعم. وكيف نشأت؟ ولماذا مثلا تم اختيار الرمان؟ لماذا تم اختيار النار؟ لماذا تم حتى عيدان الريحان بتلاقي كمان؟ نعم. في ناس بحطوها بين الرمان، فتخبرنا عن تاريخ. نعم. هذه المظاهر أو هذه الشعائر. نعم. العبادة مارس المسيحيين الأوائل التقويات الشعبية التي استقوها من الكتاب المقدس العهد القديم. نعم. بنشوف العهد القديم من بداية أول سفر بالعهد القديم بالكتاب المقدس سفر التكوين، بنشوف قصة آدم وحواء، وبنشوف كيف الإخوان الاثنين هابيل وقابيل كيف قدموا من ثمار الأرض الثمار الموسمية التي كانت سائدة بالضبط. نعم. وهذاك كان قابيل كان راعي للغنم، وهذاك كان مزارع بزرع من، فبلشت الفكرة من هناك. وفيما بعد مع النبي موسى أصبح في أعياد عندهم، وضع لهم الأعياد، من بينهم الأعياد كانت بتخص الثمار الموسمية اللي بتقدم بالأعياد، ومن هنا بدأت العادات تقديم الثمار في الأعياد اليهودية. نعم. وعندما أتى يسوع المسيح في المجتمع كان مجتمعا يهوديا مثل ما منعرف، لذلك أخذ المسيحيين الأوائل الكثير من عاداتهم عندما كانوا يهود ونقلوها إلى المسيحية، وقيس على ذلك في كثير من الممارسات التقوية. نعم. فأصبحت الأعياد المسيحية
حسب التقويم الكنسي يرافقها مواسم من تقديم الثمار من بواكير الأرض التي كانوا يعتنوا فيها. الفواكه الموسمية بهذا الوقت في عندك التين وفي عندك بواقي العناب وفي عندك الرمان وفي عندك صبر، عم بشوف هاي الصبر. لكن الناس لماذا اختاروا الرمان؟ يعني اختاروا من ضمن الفواكه الموسمية هاي، اختاروا أقرب شيء لرمزية الصليب. بالضبط. فعشان هيك يعني اللي بيسأل بقول لك الرمان، طب مين جاب الرمان؟ يعني مثل ما حكى أبونا كانوا يقدموا من خيرات الموجودة بالموسم آنذاك، لكن قدموا الرمان في عيد الصليب يوزعوه، وهو الفاكهة الأقرب إلى إنها المعاني، معاني الصليب ومعاني العيد الحقيقية، إنه ملك الملوك، الحبوب يعني مثل صورة التاج، حبة الرمان المدورة بقلبها حبوب الرمان، مصطفى مثل المسيحيين مع يسوع متماسكين ومنتشرين بكل أنحاء العالم. بالكنيسة الجامعة بتحدد ما هي أشباه الأسرار وما هي الأسرار وما هي الأعمال التقوية. يعني مثلا حدا بيقول لي المسبحة، مثلا صلاة المسبحة تساوي القداس؟ لا، القداس سر من الأسرار السبعة. نعم. اللي قامت عليهم الكنيسة، ولكن في ممارسات تقوية، في ممارسات تقوية بنعملها مشان نتقرب. يعني لما نقول احنا المبيد والخبز احنا بنحكي عن سر الإفخارستية اللي راح يتحول لدم وجسد يسوع المسيح. هنا مش اصبحت سوفونير اشي بنعمله رمزي زي الرمان وزي اللي هنا، لا، هنا اصبح اشي عقائدي، اشي في اساس وجوهر المسيحية. ولكن يعني ما بنقدر نيجي نقدس بمشروب ثاني في بلد ثاني. المبيد والخبز بكل العالم، اللي فيه مبيد واللي ما فيه مبيد، بدك تقدس بشمال أفريقيا أو بالأمريكتين أو بأوروبا أو بالشرق الأوسط، بدك بنفس الأسرة. ولكن التقويات هاي بتصفي ممارسات للشعوب. بنشوف بعض القداديس وكاثوليكية بيعزفوا بالأدوات، بنشوف عند الأقباط في أدوات زي اللي كان يستخدمهن داود النبي، أدوات موسيقية أقصد يعني. فهي في إشي نستطيع أن نضيف عليه ونبتكر، وفي أشياء لا نستطيع فهي عقائد ثابتة يعني جوهرية. أكيد. بالضبط. أبونا، طيب أبونا، موضوع النار. نعم. يعني في ناس كتير بتسأل بتقول لك ليش هالنار، يعني أنه خليها رمزية بما أنه نحن كل شعائرنا صارت أصبحت رمزية وبناخذ الرمز من الموضوع وليس الفعل نفسه. فموضوع النار يعني، نعم، للي يعني المشاهدين أكيد في ناس كتير كمان لسه ما بتعرفش موضوع النار. نعم. هلأ موضوع النار له شقين، ولكن نعم، قبل ذلك نقول إحنا شو المناسبة. يعني يسوع المسيح صلب إمتى؟ بفترة أسبوع الآلام اللي، نعم، هي قبل الفصح، وليست بشهر 9. نعم. ب14/9 أو سواء كان ب28/9 أو حسب التقويم الكنسي الشرقي. نعم. والغربي. إذن ما هو هذا العيد؟ نعم. الكل أصبح اليوم قد ما سمعنا القصة معرف أنه مع الإمبراطور قسطنطين وأم الملكة هيلاني أصبح دين الدولة فيما بعد الدين المسيحي. نعم. وكان في عندها حياة روحية صاخبة ومليئة القديسة هيلانية، واليوم بنشوف كثير من كنائسنا تسمى على اسم القديسة هيلانية، القديس قسطنطين. يروى الناس انه هي حلمت حلم او هي شافت اختطاف مشاهدة، حدث روحاني شخصي حصل مع هاي القديسة، وبيحكي لها الصوت بداخلها انه خشبة الصليب اللي انصلب عليها يسوع هيك يكون مصيرها، هيك انتم مهملينها. يعني هاي مش لقيمة الخشب اللي فيها، هاي قيمة الدم اللي نزل عليها. نعم. هذا الدم اللي هو دم يسوع المسيح. نعم. الصليب هو خشبة صماء قديمة. نعم. ربما تكون ملقاة في مكان مهمل لا تنبض بالحياة، ما فيها اي بادرة حياة، هي خشبة صماء بكل المقاييس. نعم. لكن حينما أخذت هاي الخشبة وتم غرسها في الأرض وتلطخت بالدم الإلهي، صلبوا يسوع المسيح عليها اللي كانوا يشوفوه ضعيف وكانوا يشوفوه عاجز وغير قادر على الدفاع عن نفسه،
نعم. مع انه صاحب السلطان الالهي اللي كان بيقدر يفنيهم في لحظات. فاصبح يسوع المسيح المصلوب على هذه الخشب الصماء، اصبح هو الانقود اللي منه طلعت الخمرة المفرحة للقلب، خمرة الدم الالهي اللي إلها القدرة على التنقية، وإلها القدرة على وحدانية المؤمنين في شركة الإفخارستية المقدسة. نعم. الصليب رموزه موجودة في العهد القديم، هي الشجرة اللي ألقاها موسى في المياه المرة في العهد القديم. نعم. فصارت المياه حلوة، هي العود اللي ألقى اليشع النبي في العهد القديم، فصار في المياه العكرة فأصبحت مياه نقية، فشرب منها هو وجماعته اللي كانوا يسموهم بنو الأنبياء. نعم. الصليب رسموا موسى لما شق البحر الأحمر وعبر الشعب، شق المياه لما ضربها بعصاته بالطول، وبانتهاء العبور ضرب المياه في نفس العصا بالعرض، فرجعت المياه مرة أخرى مياه البحر وأغرقت فرعون ومركبته. إذن هاي الرموز كلها للصليب تنبئ في المستقبل بمدى أهمية الصليب. الصليب هذه الخشب الصماء الميتة اللي ما فيها مظهر حياة، لما كسر جسد الرب عليها بالمسامير والحربة، ولما سال الدم الإلهي امتلأت بالحياة، امتلأت بالعظمة، امتلأت بالروح الإلهي، فأصبح الصليب هو محور كرازة المسيحيين منذ العهد الرسولي. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يدعو إلى العمل على تطوير موقع مكاور وربطه بالمقدس. الكاردينال بث سبالة يفتتح مركز التنشئة الروحية للعلمانيين بالمعهد الكليريكي. كنائس المملكة تحتفل بعيد ارتفاع الصليب المقدس بحسب التقويم الغربي. كنيسة المهد تتألق في معرض لبيت لحم في سويسرا. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.